ومن كان سيدنا عيسى يحكي التموا عليه جبات الضرائب والناس المو متدينين حتى يسمعون كلامه. لذلك اتذمر رجال الدين المتشددين والفقهاء وقالوا هذا رجال يختلط بغير المتدينين وياكل وياهم، فضرب لهم هذا المثل. لنفرض مرة عندها 10 دراهم وضيعت درهم واحد، مو راح تشعل المصباح وتكنس البيت وتدور عليه بقوة حتى تلقاه؟ وش وقت ما لقيته تدعو صديقاتها وجاراتها وتقول افرحوا وياي لقيت الدرهم اللي ضاع مني. وأني أأكد لكم أنه بنفس الطريقة يكون فرح بين الله وملائكته بخاطئ واحد يتوب.